صلى الله عليكم. إذا لم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفة بسبب المرض الشديد، إذا لم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفات بسبب المرض الشديد، إيه نعم، يتحلل بعمرة إذا قدر ونشط، يتحلل بعمرة. والحج ما يلزمه إذا كان ما يستطيع المضي فيه، ما يلزمه نعم، لكن ما يتحلل إلا بعمرة إذا قدر على ذلك. نعم.